حضور إعلامي كبير شهده المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات النيابية والبلدية 2018، حيث قدم المركز كافة التسهيلات للإعلاميين والصحفيين لنقل كافة مراحل العملية الانتخابية منذ فتح صناديق الاقتراع إلى حين إعلان النتائج. الإعلام مرآة الواقع، ولطالما كان واقع مملكة البحرين مليء بالنجاحات التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، ليتوافد اليوم الصحفيون والإعلاميون وممثلو وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية والدولية لتسجيل تفاصيل قصة نجاح جديدة من سلسلة قصص نجاحات التجربة الديمقراطية التي تستنير بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. هذه أول تجربة في تغطيات إعلامية في دولة خليجية، حقيقة فاق التصورات، شيء منظم، شيء مرتب، شيء معدود له بشكل يعني باحترافي. عملية التنظيم في المؤتمرات، وهذه يمكن سابقة جديدة، أنا يعني أول مرة أشهد عملية ترتيب وعملية هناك تنسيق حقيقة على مستوى معالي السادة الوزراء، أنهم يطرحوا ما في جعبتهم ويدلوا بدلوهم حول السيرة أو العملية الانتخابية، عملية الاقتراع في مملكة البحرين الشقيقة. حقيقة تفاجأت في بعض المعلومات كانت غير حاضرة في ذهني. على مدار 4 مجالس تشريع نيابية، نتكلم على 16 سنة في مملكة البحرين حقيقة، وهذه التجربة الأولى، هذه العملية الخامسة، تعطي انطباع بالفعل أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين عملية ناجحة بكل مقاييسها. نحن نتحدث اليوم عن ما يقارب 120 إعلامي وصلوا لمملكة البحرين من جميع وسائل مختلف الوسائل الإعلامية على مستوى العالم. حقيقة ما لفت وسائل الإعلام هنا في البحرين هذه الأيام هو العدد النسائي ازداد بما يقارب الضعف. احنا لو نتكلم انه العدد في اخر انتخابات كان ما يقارب حدود 22 سيدة، الان نتكلم اكثر من 44 سيدة متقدمات في الانتخابات لهذه الايام. سعداء بما شاهدناه هنا في مملكة البحرين من وجود عالمي من كل بلدان العالم في التغطية الإعلامية. هنالك صرح ومركز إعلامي بأمانة مجهز بكافة الوسائل الحديثة لنقل الانتخابات لجميع دول العالم. العديد من التسهيلات هنا في المركز الإعلامي للانتخابات البلدية والنيابية في مملكة البحرين تم تقديمها للإعلاميين من حيث المونتاج وبعث الأخبار وأيضا التسهيلات الإعلامية. العملية الانتخابية في مملكة البحرين هذا العام فريدة من نوعها عن الأعوام السابقة، هناك مشاركة كبيرة للمرأة وهناك تطور في العملية الانتخابية. نتمنى المزيد من التقدم والنجاح لهذه العملية اللي إن شاء الله بيتم نتائجها النهائية اليوم بتظهر. تمنياتنا بالتوفيق للبحرين حكومة وشعبا. الآن في الدورة الخامسة بعد 16 عام من حياة نيابية وبلدية، كانت عكست مشاركة حقيقية وفعلية من الشعب البحريني في كيفية اتخاذ القرارات، وفيما سمعناه بالأمس من معالي وزير العدل ومعالي وزير الإعلام، واليوم في معالي وزير شؤون مجلس الشورى والنواب بيأكد بالفعل مدى التلاحم الشعب مع قيادته السياسية. سألت الناس اللي طالعين من التصويت فكانوا كلهم مرتاحين، معنى أعتقد أن هذه الانتخابات يمكن أفضل انتخابات من سنة 2002، لأن تسير كما يريد الناس. ولأن الإعلام المرئي والمسموع هو من أهم أدوات نقل الصورة الكاملة لسير العملية الديمقراطية بكافة مراحلها، فإننا شهدنا في المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات النيابية والبلدية متابعة حثيثة لأهم وأبرز محطات هذا الاستحقاق الدستوري. جهود كبيرة يوفرها المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات النيابية والبلدية لموفد القنوات والصحف المحلية والإقليمية والدولية من أجل نقل وقائع الصورة الكاملة بتفاصيلها للعالم أجمع. من المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات، عمار العماري، تلفزيون البحرين.